بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا هسه للنوع الخامس من انواع المانديبولر ميجر كونكتر اللي اسمه كونتينوس بار، او الاسم الثاني يسموه سينجلوم بار. اذا هسه نتذكر انواع المانديبولر ميجر كونكتر، راح نشوف انواع المانديبولر ميجر كونكتر صارت. اذا نرسمها هذا السن وهذا الديبث اوف فلور اوف ماوث وهذا التنك. اذا نتذكر كل انواع الميجر كونكتر هسه على السريع نشوفها موجوده اما باللينجوال سبيس، اما باللينجوال سبيس مثل من مثل اللينجوال بار والسب لينجوال بار. كانت كل جسم الميجر كونكتر وين داخل باللينجوال سبيس، او كانت مشتركه بين اللينجوال سبيس وبين شنو وبين الاسنان مثل من مثل اللينجوال بليت او مثل اللينجوال بار with continuous بار. زين هسه فلور اوف ماوث، بعد ما عندنا ديبث اوف فلور اوف ماوث ما عندنا، فقط موجود عندنا شنو؟ فقط موجود عندنا الاسنان، وراح نستخدم هذه الاسنان لاستقبال الميجر كونكتر. اذا هسه اذا تشوف من الصوره شنو اللي جبرني انه استخدم الميجر كونكتر فقط على الاسنان لفقدان اللينجوال سبيس، بعد ما عندي لينجوال سبيس. زين هسه راح نجي اللي هو كونتينوس بار. بالبدايه مثل ما تعلمنا ناخذ الكاركترستيك اند لوكيشن. طبعا الابر بار بالضبط هو اذا ترجع نفس قصه اللينجوال بار وذ كونتينوس. لينجوال بار ماكو قلنا، فقط الكونتينوس والكاركترستيك مات اللينجوال. الكونتينوس بار بالضبط نفسها هنا، اذا تذكروها the upper bar should be half oval in cross section with 1 millimeter thickness and 3 millimeters width. Metal strap located on the single of the anterior teeth. تكون scalloped shape. قلنا ليش تكون scalloped shape؟ لأنه هي صير على السنجلة، بعدين بالكونتاكت بوينت تصعد إلى أن تدخل contact point between the anterior teeth، بعدين تنزل على السنجلة وتصعد تدخل contact point، وهذه قلنا حتى راح يصير scalloped shape. زين شنو اللي يجبرني أصعد هذا الستراب المتل ستراب إلى أن يوصل للكونتاكت بوينت of the lower anterior teeth؟ قلنا حتى يمنع لي الفود تراب، حتى ما يدخل أكل يعني إلى هذه الأسنان. هنا فراح يكون الميجر كونكتر من السنجلم ويصعد للكونتاكت بوينت، من السنجلم ويصعد للكونتاكت بوينت. زين هالشكل هذا فراح يصير شكل اسكالوب شيد. To follow interproximal impressions with inferior and superior border tapered toward the tooth structure. وهاي احنا تطرقناها من شرحنا محاضرة الدبل لينجوال بار. يكون شكله بي تيبرد من هالف اوفال شيب، الثيكنس العالي من النص، ويكون يصير تيبرد وين؟ على تو سيرفيس انتيريرلي اند بوستيريرلي. زين بما انه هذا الميجر كونكتر يطخ الاسنان، اذا خلص بما انه نشوف هسه هنا بالصوره سكالوب شيب ويطخ الاسنان، اذا لازم على طرفيه، قلنا هاي القاعده اللي ما نستغني عنها، على طرفيه لازم اكو تيرمينال، هاي استاذ جدا مهمه. زين انديكيشن شو وقت هسه نستخدمه؟ طبعا من الصوره واضحه شو وقت نستخدمه. هذا شوف هنا اذا كان الفلور اوف ماوث ماكو ديبث المن لينجوال، فلور اوف ماوث ماكو ديبث باللينجوال سبيس. احنا اذا نتذكر على السريع 8 نستخدم لينجوال بار، 7 يعني اقل من 8 نستخدم اما لينجوال بليت او دبل لينجوال بار، اذا 6 نستخدم سب لينجوال بار، واذا قليله كلش مليمين او ماكو او واحد راح نستخدم فقط عندي يبقى بس الفراغ اللي ورا الاسنان، نستخدم شنو هذا الفراغ باستخدام الكونتينوس ميجر كونكتر. اذا height of activated lingual frenum and the floor of mouth at the same level as marginal gingiva. خلص راح يكون انه عندنا هنا مثل ما بالصوره ما عندي اي سبيس ممكن هنا استخدم بي ميجر كونكتر، فقط عندي سطح السن، فراح استغل سطح السن حتى اخلي بي ميجر كونكتر. اذا هاي اول انديكيشن. الانديكيشن الثانيه inoperable tori or exostosis at the same level as the marginal gingiva. هذه شنو؟ اذا كانت عندي torus mandibularis، واعتقد تذكروها من العام بالاناتوميكال لاند مارك، هذه torus mandibularis، فخلص
بعد هاي التورس مانديبيلارس لا اقدر استخدم هنا لينجوال بار ولا سب لينجوال بار ولا لينجوال بار وذ بليت يعني اللينجوال بليت ولا لينجوال بار وذ كونتينوس. اذا فقط يبقى عندي الكونتينوس يعني هذا كل المكان هذا وكأنه ما موجود ما اقدر استخدمه. اذا استخدم فقط عندي بقى الكونتينوس بار ميجر كونكتر. اذا هسه كلمة inoperable شنو معناها؟ inoperable هذه شنو معناها؟ معناها انه المريض عنده تورس مانديبلارس او عنده بوني اكزوستوسس ولكن هذا المريض ما هاي التورال او هاي الاكزوستوسس ما نقدر نسوي لها عملية ونشيلها ما يكون حجمها كلش كبير. واحنا نعرف اذا حجمها كبير راح يكون فيها مشاكل راح يكون بداخلها ارتري ممكن اذا نشيلها سببنا بليدنج سيفير بليدنج او هو البيشنت اولد ايج وحالته الصحية انه ما تسمح لنا نسوي لها عملية. زين اذا عندي severely undercut and the lingual alveolar ridge اذا عندي severe undercut يعني مو هذه هسه هذه هنا عندي severe undercut هنا موجوده severe undercut فلا اقدر استخدم اي انواع باقيه اللي هي يعني وكانه هذا السبيس ما موجود في مشكله سواء كانت المشكله bony exostosis سواء كانت تورس مانديبلار سواء كانت المشكلة سفير اندركات خلاص يعني هذا ما موجود. اذا يبقى عندي فقط السبيس مالت من مالت السن اللي استخدمه حتى اخلي بيه الميجر كونتاكتر. زين واذا انه اذا البيشنت اذا ممكن اي مثال يطخ القم مالته يطخ الجنجايفال تيشو يسبب لنا مشكله فانا احاول ابتعد عن السوفت تيشو واتجه باتجاه السن. زين When lingual plate is indicated, but the axial alignment of the anterior teeth is such that excessive block out of the interproximal undercut must be made, a single lumbar may be considered. Actually, إذا إحنا عندنا هو ممكن نستخدم lingual plate هذا الأسنان. هذا الروت مالتها طالعة في الشكل هذي ما هي عنده سيفير ريزوربشن مثلا. اذا هنا لازم اسوي بلوك اوت بلوك اوت بعدين تجيك محاضرة البلوك اوت. بلوك اوت معناه كن اسد هاي الفراغات كلها. اذا اسد هاي الفراغات كلها راح يصير سبيس كلش كبير ممكن يتجمع بيه الاكل. زين فحتى ابتعد عن هذه المشكلة خلاص اعتبر هذه ما موجودة واستخدم فقط اللي هو قلنا منه السنجلام ميجر كونكتر. خلاص اذا السنجلام بار ميجر كونكتر راح ابتعد يكون بعيد عن شنو عن كل مناطق المشاكل اللي هي ممكن اذا اسدها بالبلوك اوت تسبب لي مشكله. زين كونترا انديكيشن. الكونترا انديكيشن يعني وين ما اقدر استخدمه شنو الشغلات اللي تمنعني من استخدامه اذا الانتيرير تيث سيفيرلي tilted to the lingual. طبعا هاي انعادت علينا اكثر من مره وكانه انعادت علينا تقريبا بكل انواع اللينجوال تايب ميجر كونكتر. شوف راح ارسم الصوره وابالغ بيها شويه. زين ارسم الصوره وابالغ بيها الاسنان اذا كانت لينجوال tilted كل شيء جاي داخل الصوره مو مقبوله هذه اللور ليب وهذه التانج. إذا الأسنان lingually tilted خلص معنى هذا السبيس بعد ما أقدر أخلي به أي type of major connector ولا حتى هذا السبيس اللي هو ورسن اللي هو single lump type. ليش؟ لأنه حتى لو خليته هنا ما ممكن أقدر أسوي له insertion ماكو path of insertion. إذا معناها إحنا عندنا هذا lingual space كله صار ما ممكن أستخدم. فكر وياي إذا وين أخلي الميجر كونكتر؟ لا هنا اقدر اخليه ولا ورا السن اقدر اخليه لان ما اقدر اسوي له انسيرشن باث اوف انسيرشن ماكو طريق لدخول البروستيسيز الميجر كونكتر ماكو. اذا وين اخلي الميجر كونكتر؟ فكر فيها. زين اذا هسه الكونترا انديكيشن اوف سنجل امبار هو شنو قلنا؟ اذا سيفيرلي لينجوالي تلتد اوف ذا لور انتيريور تيث. اذا اكو اي دايستما بتوين ذا مانديبلا انتيريور تيث اند سنجل بار مي ديسبلاي ميتال ان فرونتال او اكو اوفرلاب بالانتيريور تيث. يعني شنو هذه النقطة الثانية والثالثة؟ إذا عندي أي مشكلة بالأسنان إذا عندي أي مشكلة بالأسنان إحنا مو قلنا
الميجر كونكتر يكون اما باللينجوال سبيس او يكون على الاسنان، اما باللينجوال سبيس يعني اما يكون بهاي المنطقة او يكون شنو بهاي المنطقة. فاذا عندي مشكلة بهاي المنطقة خلص بعد ما اقدر استخدم السنجل لمبار. المشكلة بهاي النقطة شنو تشملي؟ تشملي الاسنان تكون كراودد اوفرلابت متداخلة، او اذا اكو بيناتها سبيس فراغ. زين هذا اذا اكو سبيس معناه الميتال ديسبلاي راح يبين من الامام، المريض من يضحك راح يكون شنو اكو يبين الميتال بهذه المنطقة ويبين فشي يعني استفكري انا اكسبتد. زين ادفانتج شو شوف هذا الميجر كونكتر شنو بيه الادفانتج؟ اولا does not cross the marginal gingiva overlay the lingual alveolus، ابدا ما يطخ اللثه ما يصير منه مشكله. وبعد بما انه يطخ الاسنان اذا easily to add prosthetic teeth in future. زين الديس ادفانتج راح نشوف حجمه كلش صغير، يعني عندنا فقط على ارض الميدل ثيرد مات اللينجوال اسبيكت اوف ذا لور انتيرير تيث، اذا should be bulky to have sufficient rigidity، اذا لازم يكون bulky حتى ينطينا الرجيديتي الكافيه للميجر كونكتر. واذا سويناه بالكي راح يكون اوبجكشنبل تو ذا بيشنت، راح يكون المريض يحس بلسانه وهذا يكون شنو مزعج للمريض. فانا خليت لك صورتين ممكن. طبعا هذا النوع منها من جهه اي صوره اي بيها دبل لينجوال بار، يعني لينجوال بار والكونتينوس بار، والجهه الثانيه بيها فقط شنو الكونتينوس بار. وحبيت انت تقراها وشنو تقارن بيناتهم. طبعا راح اقرا لك اياها واوضح لك كم كلمه والباقي انت تفكر بي. لينجوال بار وذ كونتينوس بار او دبل لينجوال بار ميجر كونكتر، the upper portion of this major connector is located in the cingula، يعني كانه يشبه لو ذاك تشوفه هو من متكون لينجوال بار بالاسفل وكونتينوس بار بالاعلى. on the cingula anterior teeth، بما انه يطخ الانتيرير تيث requirement of positive support by receipt. شنو معنى positive support by receipt؟ positive مو موجب هنا، لا هذه من position، يعني يكون في الموقع الامامي لازم اكو هنا على الطرفين شنو، وذاك سميناه terminal rest at least as far anteriorly as the canine، ولازم شنو يكون منطقة الكناين قلنا حتى يمنع الفيرنج اوف تيث. Note that superior border of the lingual bones are placed close to the gingival margin if sufficient bulk for rigidity is to be obtained. This type of major connector easily trap food. قلنا ليش هذا يصير بيه trap food؟ اخذنا هذا تقدر تراجع المحاضرة بسبب B4H اربع حواف، اثنين ويا الاسنان واثنين ويا التشو ممكن هناك يتجمع الاكل، بالاضافة الى انه اكو بالنص ويندو بين الكونتينوس بار وبين اللينجوال بار. من الجهة الثانية الكونتينوس بار راح تشوف بس الجزء العلوي موجود، ماكو جزء سفلي اللي هو شنو، لان قلنا ليش فقد الجزء السفلي؟ لان هنا كانت عندنا مشاكل، اما سبيس اصلا هو ما موجود، يعني الدبث اوف فلور بارت ماكو، او موجود السبيس لكن بي اما بوني اكزوستوسس بي انوبرابل توراي، بعد شنو ممكن اذا يطخ المتل يطخ التشو يسبب لنا مشكله، او الكونترا اندكيشن بامكانك انه تراجعها. شوف ايش كاتب عليه، هو كاتب عليه كونتينوس بار ميجر كونكتر although this design may reduce the possibility of the food trap it may not provide adequate rigidity، انه بالرغم انه ما بي اربع حواف بي فقط حافتين لان شلنا اللينجوال بار، لكن الرجيديتي راح ما تكون كومبرومايزد. ان شاء الله خلصنا هذا الجزء من المحاضره، زين يبقى عندنا الجزء الاخير.